فيربلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نواصل نحكيو على المنتخب الوطني التونسي. اكيد باش نحكيو اكثر على مقابله مالي غدوة ان شاء الله 8:30 متاع الليل مع المحلل الفني والمدرب وجدي السيد. سي وجدي، اهلا بيك. اهلا بيك، مرحبا بيك سلام، ومرحبا بالسادة المستمعين الكل. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله، انا نتبعه في المنتخب يعني، ونشوفه في هال السيرين تاع مباراة ودية، وان شاء الله زعما خير ان شاء الله. باهي، قبل ما نحلوا الصفحة متاع منتخب مالي، خلينا نسألك على الزوز مقابلات اللي تعداو بصفة عامة، كيف شفتهم من غير ما تدخلوا برشا في التفاصيل؟ والله بصفة عامة يعني ما شفناش يعني ثم نقاط يعني لازم واحد يحكي فيها، لأنهم نقاط مشتركة في المباريات، اللي هو يعني تغيير بصراحة الكبير والمبالغ فيه للتشكيلة معناها تاع الفريق، وكان المدرب يعني مازال يجرب اللاعبين، وقالها وقاعد يجرب. احنا نعرف هذا منتخب ماهوش نادي، ماناش في بداية ديبيت سيزون تاع الجمعية، احنا في منتخب، ونعرف المنتخبات يعني ديما 60-70% من الفريق الأساسي، التشكيلة الأساسية تكون معروفة، و 30-40% الآخرين نخليوهم للتجربة ومباريات ودية. شوف انت المنتخب الجزائري لعب لنا تقريبا بالتشكيلة الأساسية نتاعو، يعني ما خلاش ملعبية يعني على البنك، لعب حتى محرز يعني وغيره، والناس اللي كانت تشارك في البطولات الأوروبية كل جاءوا وشاركوا يعني، وخذوا المباراة يعني بالسيريو بالجدية الكبيرة. احنا ما زلنا في كل ماتش نهبطوا فريق، كل ماتش نهبطوا فريق، بالطبيعة هذا يعرفوا الفنيين، إذا كان تغير برشا في التغييرات نتاعك، تكثر برشا من التغييرات وتكون يعني مبالغة فيها، هذا يأثر على المردود نتاع الفريق، ويأثر حتى على الانسجام، لا كويزيون دي جروب، فهمتني؟ والاوتوماتيزم اللي يحكي عليه المدرب ديما يتكلم عليه، راه ما نجموش نجيبوه الاوتوماتيزم اذا كانت التغييرات تكون مبالغ فيها. هذا من زوج نقاط تخلط بين المهمين بالنسبه للمباراه. سيد وجدي، برشا انتقادات للمدرب منظر الكبير بعد خاصه مقابله الجزائر، كيفاش تشوفها انت النقطه هذه؟ هل مشروعه ولا لا؟ وبرشا ايضا يتكلموا حتى على اقاله المنظر الكبير وايجاد البديل، شنو موقفك؟ شنو رايك انت في الموضوع؟ شوف، اذا كان باش نحكيو على المردود نتاع المنتخب، ظروف انا نتصور انه الجامعه وفرت ظروف نجاح كل المنتخب بصراحه. معناها ديما كل شيء، ما نتصورش كان الجامعه مقصره في حاجه فيما يخص المنتخب، بالعكس يعني موفرين له كل ظروف الراحه وكل ظروف النجاح، كل التربصات المطلوبه وكل الامكانيات يعني، ثم حتى السلول اللي موجوده في الجامعه في اللجنه الفنيه اللي تبحث حتى على اللاعبين المهاجرين اللي يلعبوا لبرا من اصول تونسيه، قاعدين يجيبوا ويعملوا في مجهودات كبيره باش يدعموا المنتخب يعني بلاعبين شبان لكن عندهم تكوين صحيح، فهمتني؟ دونك وفرت الجامعه كل شيء. توا المدرب عليه كان منتخب راه نتيجه ونتائج، المنتخب ماهوش لاعب ويعني نتائج، مطالب بالنتائج، مدرب منتخب عنده نتائج قبل كل شيء، فهمتني؟ نتصور انه النتائج بليتو نتائج في المباريات الوديه والاداء معناها ما كانوش مقابلين بعضهم، معناها ما ثماش يعني بليتو ماشيين في الثنيه، معناها ما كان ثم لا اداء باهي صراحة ولا ثم نتائج إيجابية يعني، حتى مباراة الكونغو ما كانش فيها الفريق يعني في أحسن حالاته، ما كان فريق ما متوسط يعني في المردود نتاعه وكل شيء. مباراة الجزائر قلنا احنا مباراة الجزائر باش تكون هي المباراة الإحرار يعني، المباراة اللي باش نقيسوا بها، هي المقياس اللي باش نقيسوا بها مدى الجاهزية نتاع الفريق نتاعنا هجوميا وخاصة دفاعيا. دونك ماتش الجزائر جاء وبين وأنه الفريق غير جاهز. فريق لحد الان مازال المدرب يغير، مازال يغير في الخطه، مش عارف حتى اللاعبين الاساسيين شكون. حارس المرمى اللي هو من المفروض اول واحد يتعرف في المنتخب شكون حارس مرمى اساسي، من غير ما تجرب، ما فيهمش تجرب، معروفين من البطولات نتاعهم اللي شاركوا فيهم، تعرف لو برومي غارديان دو شكونوا، احنا ما نعرفوش شكون اول حارس مرمى اساسي في المنتخب. دونك بصراحه يعني المردود ضد الجزائر خلى بعض التخوفات هكا من الرأي العام، وخلى البعض يرى أن الفريق على الأقل من ناحية الأداء مش قاعد يمشي في الطريق الصحيح. ما على المدرب إلا أنه معناها يتكافى الوضع، مثل المباراة تكافى ضد مالي، يتكافى الوضع ويبين يعني مؤشرات إيجابية تخلي مش الجامعة بركة، تخلي حتى الرأي العام، وهذا مهم، الرأي العام كل يأخذ الثقة في المنتخب، يعطي الثقة في المنتخب وفي الإطار الفني بالطبيعة. مطالب بالنتائج، منظر كبير ما عندوش حاجه اخرى. اي شنو رايك؟ معناها ما منحوا فرصه اخرى ومزيد من الوقت باش يكمل يشتغل على روحه؟ كيفاش؟
قلت لك شنو رايك ما جاوبتنيش، معناتها مع منحه معناتها وقت اخر وفرصه اخرى، معناها يزيد كمل يشتغل على روحه، معناها يكمل يخدمه. لا ثم هذا مباراة كارثة، إذا كان ثم في أسكو معناها توتال في ثلاثة مباريات هنا وقت الجامعة تنجم تتصرف مع المنظر الكبير، ما نقولكش إقالة لكن لازم ثم موقف من الجامعة، لأنه علاش نعملوا مباراة ودية باش نشوفوا هل هناك مؤشرات إيجابية أم لا. فهمني أنا ضد الإقالة توا، يعني يكمل التروا ماتش ميكون تاعو ويعمل بيلون، فهمني الجامعة تعمل بيلون لدرجة فنية ومانيش عارف شكون أنا اللي حاسب شكون، فهمني يعملوا بيلون ويشوفوا هل أنا المنتخب بالإمكانيات المتوفرة توا ماشي في الطريق الصحيح ولا هل أنا منظر كبير هو الرجل المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب أم لا. أنا ديما نقول التقييم يجي بعد ما انتهاء الستاج هذا التربص هذا وثلاثة مباريات، لأنهم مهمين ومهمين برشا، لأنه اللي باش نلعبوا مع زوج فرق أفارقة من فرقة وفريق يعني ما الجزائري اللي هو فريق يعني لعبنا ضده فريق يعني مستوى كبير برشا. أنا شفت أنه الفريق صراحة ما كانش جاهز يعني دفاعيا وهجوميا، وكل الستاتيستيك ضد الجزائر الستاتيستيك الكل ما يش في صالحنا، وما نجحناش يعني حتى في وضع خطة واضحة بالنسبة للمنتخب يلعب بها، حتى الكرة الثابتة كنا ضعاف يعني دفاعيا وهجوميا، الانسجام مفقود في الفريق، الفريق غير قادر انه يعمل ترانزيسيون اوفنسيف، يعني وقت اللي نفك الكرة في الدفاع كنا ديما نخسروها في وسط الميدان، نخسروها حتى في الدفاع، وهذا عنده اسباب وراه نجم مرة اخرى نحكيو فيه لكن عنده اسبابه. على كل حال ما شفناش مؤشرات ايجابيه بصراحه، وهذا حتى ما هو نفسه راه المدرب تكلم وقال انه ما كانش ثم حاجات ايجابيه خاصه في منتخب الجزائر، وانا نراه انه مباراه كونغو ما كانتش مقياس، مباراه الجزائر هي المقياس الصحيح على مستوى جاهزيه المنتخب. دونك نتصور انه منظر كبير ما فاتوا فرصه اخرى ضد المالي باش يبين انه الفريق يعني ماشي في الطريق الصحيح، لانه الان لازم يرجع الفريق الى السكه الصحيحه، لانه المنتخب تاعنا ماهوش ماشي بصراحه في الطريق الصحيح. شنو تستنى من ماتش مالي سواجدي؟ انا والله كنت نتمنى اللاعبين اللي ينشطوا برا تو، مثلا نعطيك مثال تو تجرب في الخزري، ما زلت تجرب تو تقول لي نجرب، تجرب في الخزري، الخزري نعرفوه، يتجرب صخير صخير نعرفوه، سليتي نعرفوه، غيره نعرفوهم، كلهم نعرفوهم ومعروفين، وانت تعرف مستواهم. هما كي جابوا لك يعني لاعبين جدد اعطيتهم فرصه على الاقل، مثال اعطيهم فرصه، اعطي عدد كبير من اللاعبين ضم الفرصه على الاقل، كانوا في المباراه الاولى كانوا ينجموا يلعبوا يعني ونعطيهم فرصه. في المباراه الثانيه ضد الجزائر تلعب الفريق الاساسي نتاعك كما عملت الجزائر، ما تنساش مباراه الجزائر كانت مهمه والجزائريين خذوها بكل جدية، لأن حتى في الترتيب الفيفا عندها أهمية يعني، فهمني، ونعرفوا الجزائر منافسانا في ترتيب الفيفا هو تقريبا نظن ورانا. يعني كنا ناخذوا المباراة الأولانية نعملوها باش نجربوا فيها لاعبين جدد، والمباراة الثانية نلعبوا فيها الفريق الأساسي نتاعنا، تتوضح لك الرؤية في المباراة الثالثة، تعمل إنسانتيز وتشوف شكون اللاعب اللي يستاهل ندمجوا مع الفريق الأساسي، شكون اللاعب من الفريق الأساسي اللي لازم نرتحوه ونعطيه فرصة للاعبين أخرين. دونك كان ينجم شوية المدرب يعني بصراحة يقرأ حسابه بالطريقة هذه، لكن توا كل ماتش نلعبوا بفريق، كل ماتش نلعبوا بفريق أظن أنه ماهوش حل، هذايا ما لا كويزيون ما تجيش لو بالتغيير المبالغ فيه نتاع اللاعبين، يعني وحتى اللاعبين أظن الشبان سلام اللي حكينا عليهم يعني لازم تعطيهم فرصتهم، راهو انا حكيت حتى في الموضوع قبل، اذا كان لاعب تجيبه من اوروبا وتحطه في مع المنتخب ومع المجموعه وما تشاركوش راهو باش تصير له خيبه امل كبيره، وهذا ممكن ما يشجعش حتى اللاعبين الشبان الموهوبين الاخرين اللي موجودين عندهم اصول تونسيه وموجودين في البطولات الاوروبيه، ما يشجعهمش باش يجيو للمنتخب، لانه يشوفوا بعض من الزملاء نتاعهم تم يعني تجاهلهم وما شاركوهمش. انت شفت حتى ثم شكون حتى معناها غادر الواحد سيباستيان تونيكتي غادر المعسكر غادر التربص وخرج يعني فهمني ما شاركش في دون دي سيكونسونس كلو معناها في ظروف غامضه ما فهمناهاش. الاجواء سواجدي مش ولا بد في منتخب الجو في برشا بريسيون تحس الايمتا فيه خاصه من الجمهور، مع منح الفرصه للملاعبيه هذو مجدد اللي جاو معناها في مقابله مالي، والا ما عندكش حل اخر ما دام ما لعبوش قبل لازم يلعبوا توا. لا انا قلت لك المباراه الاولى كنت تنجم تلعب اللاعبين جدد. اي تعبير نحكيو الجاي شنو رايك ماتش مالي؟ الجاي مالي اي لا انا يعني نقول لك لازم توا لازم نعطي فرصه لبعض اللاعبين، هما بعض اللاعبين الجدد لازم يلعبوا معناها اللاعبين القدم نعرفوهم، قلت لك انا عديد اللاعبين الاسماء اللي نعرفوهم الكل، مريح نعرفوه، برون نعرفوه، الخزري نعرفوه، كلهم نعرفوهم، اعطيه فرصه. انت مباراه وديه باش تشوف شنو مستوى اللاعبين هذو، شنو مدى الجاهزيه، شنو مدى معناها قدرتهم على التاقلم مع المنتخب.
فرصة هذه باش تلعبوا اللاعبين وتشوفهم باش تحكم عليهم. ما قلتش نحكم عليهم اللاعبين هذا انا رقيق وغيره كل اللي جاوا فهمني وما شاركوش. عمر رقيق علي يوسف من عشكون اسامي باللامين وغيره كل ما نعرفهمش نعرفهم محبر على ورق. اعطيهم فرصة خلي يلعبوا يا اخويا في الماتش هذا سيرت خلنا نحكم عليهم فهمني. ما هذه المباراة الودية هذا دورها راه خاصة كتابة بعيد شوية على الشيونس تعطي تنجم تعطي فرصة وتتالي المباراة الودية تعطيك فرصة وانك تعطي فرصة للناس كل فهمني. هذا هو انا تمنيت المباراة الاولى ومباراة الثالثة الاولى والثالثة نشرح فيهم اغلب اللاعبين جدد ومباراة جزائر تلعب بها بالفريق الاساسي نتاعك اللي معروف تقريبا بنسبة 90%. الملاعبين اللي تحكي عليهم برشا حنا بعد المجبري كيف شفت الملاعب هذا في الأوقات الصغيرة اللي أخذهم في انتظار نشوفه أكثر في مقابلة ثالث. لا أظن أنه شوف أولا نعرفوا حاجة احنا بعد المجبري راهو يلعب في الفريق الثاني في مانشستر وعنده كانت مشاركة صغيرة مع الفريق الأول يعني في آخر الموسم. دونك هو كان يلعب سيبري لكن كان عنده مستوى وعنده إمكانيات وما وصل طلعوه صعدوه للفريق الأول نتاع مانشستر سيتي يونايتد إلا ما عنده إمكانيات هم عندهم امكانيات وباين من الوليد عنده امكانيات لكن ما لازموش نحملوه الطاقه اكثر من طاقته. ماهوش هو اللي يمشي يقلب المنتخب ماهوش هو الميسي ماهوش كذا لازم نعرفوا كيفاش ندخلوه نقطوه بشوي بشوي. تمنيت انا المجد يكون مثلا في المباراه الاولى يكون اساسي علاش ليه بوركوا با في الماتش الاول كان ينجم يكون اساسي. كل مره تلعبوا درجي ربع ساعه درجي ربع ساعه راه في بعض الاحيان ثم لاعبين كي يقعد على البنك ما يعطيكش 100% فهمني. ممكن كان لعبته من الاول وعطيته فرصته اساسي في الماتش الاول ممكن ويلعب بزايد وقت ممكن كان يقدم مردود احسن من هذا. انا نقول ديما المجبري ما لازمناش نحملوه الطاقه في منطقته لكن امكانياته ممتازه وانا نعرف عندي ثقه في الاطار الفني نتاع مانشستر يونايتد ومسؤولين مانشستر يونايتد ما وصلوا طلعوه للفريق الاول الا ما يعرفوا عنده معناها بوتنسيال كبير برشا. وعديد اللاعبين مش هو بركه يعني حتى الاخرين عمر رقيقه ليوسف وبلامين وغيره كل يلزم يلعبوا يلزم يلعبوا شوفهم يا خويا شوفهم فهمني. ما نجيبوش ملاعبية ونحطوهم على القائمة ومن بعد ما نعرفوش حتى شنو مستواهم خاصة كي يجيوك من برا يا اسلام راه من بعد عندنا عديد اللاعبين الاخرين الموهوبين اللي موجودين كيف يسمعوا زملائهم جاوا وتم تجاهلهم راه ما عادش يجيونا ما عادش يجيونا بالعكس يجيونا الكلام الكبير اللي تقال على المجبري وتقال على يوسف والرقيق وغيره كل حبينا نشوفوه معناها يسكونكريتيز سور لو تيران فهمني. ما نعملوش باحتفال احتفاليات بقدومهم ومن بعد وقت يجي صحيح ويجي الماتش ما نشاركهمش وما نعطيهمش يعني طونجو كافي يعني. واضح يعطيك الصحة شكرا لك سي وجدي على كل التفاصيل الفنية اللي مديتنا بها خاصة بخصوص مقابلة المنتخب التونسي ضد منتخب مالي غدوة انطلاقا من 8:30 متاع الليل. فاصل بعد مكملين في فير بلاي حتى 3:30.